حركة النجوم؟ نعم يا مولاي، وتقويمنا الراهن خطأ كله. ولهذا كانت أيامنا وحياتنا كلها بلا موازين. وعلى سبيل المثال، لقد احتفلنا بميلادكم العظيم قبل تاريخ ميلادكم الحقيقي بنصف أسبوع. ما أقوله صحيح يا مولاي، ومواقيت صلاتنا وصيامنا وحجنا خطأ كلها أيضا. لقد اختلطت علينا الأيام، واختلطت معها كل الأشياء. نحن نعيش غدنا في أمسنا، حتى لا أكاد أدري أي أمس هو الذي سيجيء غدا يا مولاي. إننا نأمرك يا عمر الخيام النيسابوري أن تصحح الأخطاء الحالية في تقويمنا السلطاني، وأن تضع تقويما جديدا بدله، تقويما يضع أيامنا الماضية والآتية في مكانها الصحيح.